بخير. الضجة التي أثارها خبر اعتقال السلطات التايلاندية مشتبها به من حزب الله تفاديا لعمل إرهابي وصراخ المتألمين من جور النظام السوري لم يحجبهما صراخ من حاول الاعتراض على زيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى لبنان. فبان كي مون مر وسط العاصفة فهدأت وهدأت الاعتراضات وسكنت ريح الممانعات، وبينما كان رئيس الجمهورية ميشيل سليمان والضيف الدولي يعزفان أنشودة القرارات الدولية، استغل الرئيس نبيه بري الأضواء المسلطة على المسؤول الأممي ليستقبل قائد القيادة الوسطى الأمريكية الجنرال جيمس ماتس المقبل إلى بيروت على متن طائرة عسكرية أمريكية. المسؤول الدولي لا يعميه غبار التظاهرات المدبرة من وراء الحدود، حيث الانشقاقات العسكرية لم تعد الحدث في ضوء الانشقاقات الدينية، فحض على استقبال النازحين وعدم تسليمهم لسلطات بلادهم وضبط الحدود ونزع سلاح الميليشيات، معربا عن قلقه الشديد حيال القوة العسكرية الخاصة بحزب الله، فالتقى مع دعوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على تنفيذ القرار 1701. على وقع هذه التظاهرة المنددة بزيارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى لبنان والتي سبقتها مواقف غير مرحبة من حزب الله، وصل بان كي مون إلى بيروت مستهلا جولتهم بعبدة، حيث أشاد خلال لقائه رئيس الجمهورية ميشيل سليمان بالتزام لبنان بالقرارات الدولية ولا سيما القرار 1701 والقرار المتعلق بالمحكمة الخاصة بلبنان، كما نوه بالجهود القائمة لاستئناف الحوار الوطني كمدخل لتحقيق الاستقرار والتوافق على استراتيجية دفاع وطنية. من جهته كرر سليمان حرص لبنان على قوات الطوارئ العاملة في الجنوب مدينا الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها، ومؤكدا العزم على متابعة التحقيق بالتنسيق والتعاون مع قيادة اليونيفيل لكشف الفاعلين وإحالتهم إلى العدالة. سليمان وإذ أمل تنفيذ القرار 1701 الذي يفرض انسحاب إسرائيل من دون شرط من كامل الأراضي اللبنانية التي تزال تحتلها ووقف خروقاتها اليومية للسيادة اللبنانية، كرر موقف لبنان الداعي إلى إيجاد حل عادل وشامل لقضية الشرق الأوسط، مذكرا برفض أي حل يقضي بتوطين اللاجئين الفلسطينيين على أراضيه. هذا وتناول رئيس الجمهورية عزم لبنان المضي في التحضير للتنقيب عن النفط والغاز، لافتا إلى إمكان قيام الأمم المتحدة بدور لتأكيد الحق اللبناني في هذا المجال وتثبيته وأخذ الإجراءات اللازمة لحماية أعمال التنقيب التي ستبدأ في أقرب وقت. وطبعا لم تخلو المحادثات من التطرق إلى حوادث بعض الدول العربية، حيث أعرب سليمان عن أمله في تحقيق الإصلاح والتحول إلى الديمقراطية. هذه المواضيع رافقت بان كي مون إلى السراي، حيث شدد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على احترام لبنان لالتزاماته الدولية حتى في أصعب الظروف، إلا أن ذلك لا يكفي من أجل تأمين الاستقرار والسلام، بل على المجتمع الدولي أن يرغم إسرائيل على التقيد بقراراته كما قال. هذا وجدد ميقاتي تضامن لبنان مع القوات الدولية وإدانة الاعتداءات التي تعرضت لها، وختم ميقاتي بالتأكيد على أن أولويات الحكومة اللبنانية تحقيق الاستقرار في لبنان وإبعاده عن تأثيرات الأوضاع الخارجية. بدوره أكد بان أن الخروقات الإسرائيلية تشكل تهديدا لصدقية القوات الدولية وانتهاكا للسيادة اللبنانية، وشدد على أنه سيثير هذا الأمر مع المسؤولين الإسرائيليين في خلال زيارته المقبلة إلى إسرائيل. وإذ أكد أهمية الانسحاب الإسرائيلي من بلدة الغجر، دعا إلى التعجيل في الحوار الاستراتيجي بين الجيش اللبناني واليونيفيل لتمكين الجيش من تسلم مهامه الكاملة في الجنوب وليس بهدف تقليص عديد القوات، ودعا إلى ضبط الأمن على الحدود اللبنانية وإلى العمل على نزع سلاح الميليشيات، كما حض لبنان على البدء باستثمار ثرواته النفطية في المناطق البحرية غير المتنازع عليها، على أن يتواكب ذلك مع اتصالات لحل الإشكالات بشأن المناطق المتنازع عليها. بان اختتم جولته بلقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التيني قبل أن يتوجه إلى فندق فينيسيا لعقد مؤتمر صحفي. وبعد لقاءاته برئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، عقد بان كي مون مؤتمرا صحفيا شدد فيه على ضرورة نزع سلاح الميليشيات وضبط الحدود واستقبال اللاجئين وعدم تسليمهم إلى سلطات بلادهم قبل انتفاء أسباب نزوحهم.
وقد تناقشنا تطبيق في تطبيق قرارات الأمم المتحدة ومساهمة لبنان المهمة في الأمم المتحدة. كذلك تناقشنا في الوضع الحالي في سوريا وآثاره المترتبة على لبنان. هذا ما أكد عليه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم في فندق الفينيسيا. بان كي مون اعتبر أن لبنان لعب دوره في مجلس الأمن والأمم المتحدة، وقال إنه طلب من الحكومة اللبنانية تعزيز حماية موظفي الأمم المتحدة. طلبت من الحكومة اللبنانية أن تعزز حمايتها لوجود الأمم المتحدة، وقد التزم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء باتخاذ التدابير الضرورية لهذا الغرض. بان تطرق إلى سلاح حزب الله فقال: نحن نشعر بقلق شديد حيال القوى العسكرية الخاصة بحزب الله، كما أننا نتخوف من الافتقار إلى أي تقدم محرز في مجال نزع السلاح. وقد ناقشنا هذه المسألة بجدية كبرى، وقد شجعت الرئيس سليمان على إطلاق دعوة لاستئناف الحوار الوطني من أجل التطرق إلى كل هذه القضايا، كما أن الأمم المتحدة ملتزمة إلى أقصى حدود بمسار نزع السلاح هذا، وهذه الأسلحة الموجودة خارج سلطة الدولة غير مقبولة. كما أشار إلى أنه بحث أيضا مع المسؤولين اللبنانيين في الخروق الإسرائيلية، معتبرا أن هناك انتهاكا للقرار 1701. من إعلان حزب الله عبر الشيخ محمد يزبك أن الأمين العام للأمم المتحدة غير مرحب به في لبنان، إلى مشاركته عبر النائب علي فياض في المؤتمر الداعم للربيع العربي الذي سيفتتحه بان كي مون الأحد المقبل، تناقض والتباس في سياسته، فهل يعبر ذلك فعلا عن حال من الضياع لديه أم أنه يأتي عن سابق تصور وتصميم؟ لماذا يشارك حزب الله في المؤتمر الداعم للثورات العربية الذي تنظمه الإسكوا في بيروت والذي يفتتحه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الأحد في بيروت؟ هل أصبح بان فجأة مرحبا به من حزب الله في تغيير مفاجئ في موقف الحزب لم يعلن عنه؟ وهل يقرأ في المشاركة ملامح تبدل ما في تموضع حزب الله في ضوء التطورات في سوريا التي ستؤدي إلى سقوط حتمي لنظام الأسد؟ مؤتمر الإصلاح والانتقال إلى الديمقراطية الداعم بشكل كلي للربيع العربي وخصوصا الربيع السوري يهدف إلى وضع خبرات عاشتها دول شهدت حروبا أهلية وحكاما متسلطين وحققت انتقالا ناجحا إلى الديمقراطية في تصرف الديمقراطيات العربية الناشئة. ويشارك في المؤتمر شخصيات محلية وعربية لاسيما من تونس ومصر وليبيا واليمن وأخرى دولية رفيعة المستوى، من أبرزها إلى جانب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وزير الخارجية التركية أحمد داود أوغلو والأمين العام السابق للجامعة العربية والمرشح إلى الرئاسة المصرية عمرو موسى. ومشاركة حزب الله عبر النائب في كتلة الوفاء للمقاومة علي فياض توقف عندها البعض وأثارت استغرابهم بعدما برز تحفظ الحزب واعتراضه الذي أعلنه على الزيارة واعتبار الأمين العام غير مرحب به. الأكيد أن مداخلة فياض ستعكس رأي حزب الله الداعم للنظام السوري، وفي انتظار ما سينتج عنها يرصد المراقبون بوادر ليونة لدى الحزب ظهرت أخيرا ومحاولات لفتح قنوات الاتصال مع كل التيارات السياسية والمرجعيات الدينية بسبب التغيير الآتي على سوريا، الأمر الذي سيؤثر على وضعية الحزب في الداخل اللبناني، والساعات القليلة المقبلة كفيلة بكشف حقيقة موقف الحزب. سقوط النظام الليبي حرك بقوة قضية الإمام السيد موسى الصدر، لكن هل من مصلحة الجميع عودة الإمام المغيب الذي له طروحات بشأن قيام الدولة لا يستسيغها البعض؟ قضية وطنية بامتياز يقوم المعنيون المباشرون بها بمجرد استعراض لرفع العتب. قضية الإمام موسى الصدر واستعادته في الوضع السياسي والأمني السائد في لبنان تبدو أشبه بألاعيب الدخان والمرايا. استعادة موسى الصدر اليوم للطائفة الشيعية منه لمصلحة الخط اللي ماشي فيه حزب الله وحليفه بري، لأنه سبب الأساسي اللي لازم يعرفه كل اللبنانيين، سبب تغييب الإمام الصدر بليبيا
إن كان سجنه أو مقتله أو السبب أنه راح يقله للقذافي بدنا نسحب السلاح كل السلاح الغير الشرعي من الجنوب. نظرية أن القذافي اختطف الإمام الصدر وأخفاه باتت شبه مؤكدة بحسب بيضون، لكن للأمر توطئة. فالنظام السوري في ذلك الوقت بقيادة الرئيس الراحل حافظ الأسد لعب دورا لا يمكن القفز عنه في الموضوع. خط موسى الصدر كان هو خط عودة الشرعية 100% إلى الجنوب بدون أي سلاح. هذا الخط معاكس تماما للي عم يعملوا حزب الله واللي عم يعملوا بري. السوريين كانوا بين نارين بهالموضوع هذا، من جهة يريدون سحب سلاح الفلسطيني لأنه بيعتبروا أنه سلاح الفلسطيني ممكن يورطهم بحرب مع إسرائيل وهني ما بدهم حرب مع إسرائيل، وبنفس الوقت كانوا بدهم لبنان يضل ساحة مفتوحة. من هون كان قرار الإمام الصدر أنه إذا سوريا منا حاسمة الأفضل أن يتوجه لليبيا اللي هي بتمون على المنظمات الفلسطينية. فراح يقول له للقذافي وقتها أنه بدك تسحب السلاح الفلسطيني من الجنوب، وهي كانت يعني القضية اللي دفع حياته تمن لها. تفكير الإمام الصدر المؤسساتي والدستوري بحسب بيضون هو مناقض تماما لما يريده حزب الله من الطائفة الشيعية اليوم من خلال محاولاته ربط الطائفة بالوضع الإقليمي. الفرق بين لبنانية موسى الصدر وبين إقليمية حزب الله وبري، هذا الفرق اللي بخليهم اليوم أنه بدهم كتير يصيروا ضجي حول قضية الإمام ولا حول خط. خط موسى الصدر بالتعاطي مع المسألة الإيرانية كان هو الخط المعتدل إذا بدك بإيران، ما كان خط ولاية الفقيه. كمان إيران ساهمت بطمس قضيته لأنه خطه السياسي مختلف عن الخط اللي انتصر بالثورة. أما بالنسبة لمكان حركة أمل التي أسسها الإمام الصدر يقول بيضون، بري هزم حركة أمل، هزمها على مستويين، على المستوى العسكري خلى حزب الله يهزمها. كانت المعركة أنه حزب الله عم بيجيب النفوذ الإيراني على الجنوب، بينما حركة أمل تريد لبنانية الجنوب. بري أسير للعبة الإقليمية، يعني إذا بدك أسير للخط السوري. بري وعون نفس السيناريو، نفس التركيبة، أنه بيعطوا لحزب الله قرار الأمن والدفاع والسياسي الخارجية، وهن بياخذوا حصص وزارية ومغانم الحكم. هذا التحالف حزب الله بري عون، هذا تحالف الانقلابيين والانتهازيين والفساد. إذن الفساد والمحسوبيات بحسب بيضون هي سمة ملحقات حزب الله سواء حركة أمل أو التيار العوني، والمعادلة بينهم وبين حزب الله هي الكراسي مقابل التخلي عن الشراكة في القرارات السياسية والاستراتيجية. وانصياع أي كان لهذا المنطق يكون بمثابة انقلاب على المبادئ التي ناضل لأجلها الإمام الصدر وربما دفع حياته ثمنا لها. وجل ما حصل عليه لبنان اليوم هو زيارة شكلية لوزير الخارجية اللبنانية المحسوب على الرئيس بري إلى ليبيا، على أمل جلاء مصير الإمام الصدر، مع الخوف أن يكون العقيد الراحل معمر القذافي قد أخذ سر الإمام الصدر معه. بتوصلكم كل مشترياتكم على الانترنت من امريكا على لبنان. يو سي اس 01-218-575. فهد صور للشباك
بيوفر عجائبتك. عروضات خاصة، أفضل نوعية، بيكسر الأسعار، بلاقي عنده كل شيء كتير حلو. فهد دايما الأرخص دايما. أهلا بكم من جديد. كالعادة وككل مرة يشعر فيها فريق الثامن من أذار وتحديدا التيار الوطني الحر بطعم الخسارة، يفتعل المشاكل للتهرب من المواجهة. انتخابات طلاب الجامعة اللبنانية الأمريكية LAU خير دليل على ذلك. كان من المقرر أن تشهد جامعة LAU جبيل انتخابات طالبية، إلا أن إدارة الجامعة أعلنت في بيان أنها أرجأت الانتخابات التي كانت مقررة يوم الجمعة تحت ذريعة استمرار التوتر السياسي في البلد. القرار المفاجئ للإدارة جاء بعد أن شهد حرم الجامعة يوم الخميس إشكالا بين طلاب 14 أذار و 8 أذار. نحن قلنا كل الجمعة، ومفروض يكون هاي نهار الجمعة الانتخابات، قلنا كل الجمعة شغل على الأرض وتحركات. تقريبا كل الجامعة بتعرف قدي كان إلنا وجود على الأرض والفريق الثاني ما كان موجود. نوصل لنهار مبارح بيصير في بنكون فايتين نحن على الكافيتيريا شبابنا، بيجوا الشباب البقية وبيلحقونا بيصير يفوتوا بيناتنا، بيصير في نوع من التدفيش وفجأة تطلع الصرخة إنه حدا أكل كف. لتفادي الخسارة المدوية التي كانت ستنتج عن هذه الانتخابات، افتعل طلاب التيار الوطني الحر هذا الإشكال الذي كان محضرا له من قبلهم، إذ بعد الإشكال وبلحظات قليلة صدر عنهم بيان على موقعهم الإلكتروني يتهمون فيه طلاب القوات اللبنانية بإثارة المشاكل في الجامعة. وحضرت القوى الأمنية لأول مرة إلى حرم الجامعة. الأسئلة الأساسية اللي حظناها أنه أول ما صارت أو أول ما قالوا أنه صار في ضربة كف، لاحظنا بعد دقيقتين ثلاثة نزل بيان على سايت التيار، بيان مكتوب كامل، نزل صاروا يبعثوا مساجات لبعضهم انه بدهم يسكروا الجامعة، ودغري اجت مخابرات الجيش والجيش لهون، وحاولنا قد ما فينا نتفادى يصير في اشكال او شيء. وصلنا لمرحلة انه هن ادعوا انه صار شيء وبدنا نعرف مين، حتى الشخص اللي قال انه اكل كف ما بيعرف مين فقعوا الكف، بعد لهلا جربت الإدارة مش معروف مين، بس إنه أكل كف وخلص بدها تلتغى الانتخابات. صراحة عم نعتصم لشغلة وحدة تنفرج إنه في 50 شاب، إذا في 50 شاب ما بدهم الانتخابات، في 300 شاب بيشتغلوا ولهم 12 سنة بيربحوا بهالجامعة وعندهم تاريخ كتير طويل بهالجامعة، 12 شاب ضحوا بدرسهم وبعلمهم ومعروفين بهالجامعة، هودي بدهم الانتخابات وبدهم يكفوا رسالتهم بالجامعة. الديمقراطية هي في صلب إيمان طلاب القوات اللبنانية، فعلا لا قولا فقط، وهم متمسكون بالانتخابات الطالبية كونها إحدى وسائل التعبير عن هذه الثقافة التي من الواضح إنها موجودة فقط في خطابات التيار، إذ سرعان ما يظهر الواقع إنها فقط ادعاءات. في سوريا تطور سياسي في معسكر المعارضة بتنسيق سياسي وعسكري، وتطور ديني بانشقاق في المؤسسة الدينية الإفتائية الموالية للسلطة، وتظاهرات جمعة لا تختلف عن سابقاتها بالدموية. على طريق التنسيق بين مكونات المعارضة السورية السياسية والعسكرية، التقى وفد من المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري قيادة الجيش السوري الحر الليلة الماضية، وأعلن مصدر إعلامي في المجلس الوطني أن الوفد الذي ترأسه رئيس المجلس برهان غليون ناقش بشكل موسع الوضع الميداني والتنظيمي للجيش الحر مع العقيد رياض الأسعد ونائبه العقيد مالك الكردي، ووقف عند الجوانب والاحتياجات التي تخص إعادة تنظيمه وهيكلة وحداته، حيث اتفق على وضع خطة مفصلة تتناول إعادة تنظيم وحدات الجيش الحر واعتماد خطة لاستيعاب الضباط والجنود وخاصة كبار العسكريين الذين ينحازون إلى الثورة ضمن صفوفه. ميدانيا تظاهر السوريون اليوم تحت شعار جمعة دعم الجيش السوري الحر،
وأفادت الهيئة العامة للثورة السورية بسقوط عشرات القتلى اليوم، بينهم 3 أطفال وامرأة، وبأن 4 من المدنيين السوريين قتلوا في محافظة إدلب والخامس في دير الزور. كما اعتقلت السلطات طلابا داخل الحرم الجامعي في حلب، حيث سمع إطلاق نار كثيف في حي صلاح الدين. كما قصفت الدبابات مدينتي الزيدان ومضايا في ريف دمشق. من جهة أخرى، أفادت الهيئة بأن مئات الجنود السوريين دخلوا مدينة أنخل بمحافظة درعا وأقاموا عشرات الحواجز ونادوا بمكبرات الصوت بمنع صلاة الجمعة في الجامع العمري في رابع خطوة من نوعها. من جهة أخرى، أعلن الشيخ عبد الجليل السعيد مدير مكتب مفتي سوريا أحمد حسون انشقاقه عن المؤسسة الدينية والنظام السوري. وأكد الشيخ السعيد في لقاء مع قناة الجزيرة مباشر أن المؤسسة الدينية ستشهد انشقاقات كثيرة خلال الأيام المقبلة. من جانب آخر، منعت السلطات السورية قافلة الحرية التي تحمل مساعدات إنسانية من العبور من تركيا باتجاه سوريا. وقرر القائمون على القافلة التي يشارك فيها أكثر من 300 من الناشطين السوريين والحقوقيين الأتراك الاعتصام لمدة يومين عند الحدود التركية السورية. كما قرروا تسليم المساعدات التي يحملونها إلى هيئة الإغاثة السورية العليا من أجل توزيعها على اللاجئين في تركيا وفي دول الجوار. وفجر اليوم حطت الطائرة التي تنقل جثمان الصحفي الفرنسي جيل جاكيه في باريس، وقتل جاكيه الذي كان يعمل في قناة فرانس دو الفرنسية بقذيفة في مدينة حمص السورية، وشكلت دمشق لجنة للتحقيق في مقتله. واليوم شيعت إيران عقب صلاة الجمعة في مأتم رسمي وشعبي حاشد العالم النووي مصطفى أحمد روشن الذي قتل بانفجار قنبلة تحت سيارته في طهران. روشن كان من أهم مسؤولي البرنامج النووي الإيراني في موقع ناطنز لتخصيب اليورانيوم. وقد زاد اغتياله من حدة التوتر بين طهران والدول الغربية، وقد اتهمت إيران الاستخبارات الإسرائيلية باغتياله. أعلنت كارلا بروني زوجة الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أنها تشعر بأن زوجها قوي ونشيط وستسانده بكل قوتها إذا قرر خوض الانتخابات الرئاسية الفرنسية مجددا. وفي هذه الحال سيواجه ساركوزي الاشتراكي فرانسوا هولاند المنافس الأوفر حظا الذي وعد بإصلاح الأوضاع المالية العامة التي ستكون أهم أولوياته. تتجه بحرية الجيش الإسرائيلي إلى جعل الغواصات العمود الفقري لقوتها، فبعدما تلقت غواصتين من ألمانيا في التسعينات عادت فاشترت ثالثة، إلى أن أصبح العدد اليوم 6 غواصات بالإضافة إلى 3 طلبت شراؤها ليصبح العدد 9 غواصات بثمن لا يتجاوز 700 مليون دولار أمريكي مقصة إلى أجل بعيد. ومن المرجح أن هذه الغواصات تحمل صواريخ نووية يصل مداها إلى 1500 كيلومتر ويشغلها جنود شبان لا تتجاوز أعمارهم 21 عاما، وهم ممن تخرجوا حديثا من المعاهد التكنولوجية العليا. وفي الصين الهوس بالتكنولوجيا أصبح مرض من كانوا يعيشون تحت نظام شيوعي بالكاد يسمح لهم بتناول طعام تحت مستوى الوسط. فأمام أحد المحلات أمضى شبان الليل بانتظار شراء أحدث الهواتف الخليوية، وعند فتح المتجر صباحا تهافتوا في فوضى عارمة أسفرت عن صدامات ثم رشق البعض واجهات المحل بالبيض اعتراضا على سوء التنظيم. نأتي لختام النشرة، للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني www.libanese-forces.com. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. We'll be right back.
أمريكا بيرتني أما بلبنان ضوء الشاشة قوتي لي حضر حالك وانطر معك على البرامج والأخبار تتسلى وتعرف شو اللي صار صبح وظهر وليل نهار وقت اللي بدك تحضر معك أول خطوة نحن سرنا خطوة خطوة بما كبرنا بالأول بلشنا وابتعد وقت كبير